بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الذي فضل العلماء العاملين على غيرهم، فقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وكم في كتاب الله من مدحة له يكاد بها ذو العلم فوق السها يسمو أن يرتفع. يقول: ولست بمحصن فضله إن ذكرته. فعن إحصائه فقد كل عن إحصائه النظم والنثر. ولست بمحصن فضله إن ذكرته فقد كل عن إحصائه النثر والنظم. وكم في كتاب الله من مدحة له يكاد بها ذو العلم فوق السها يسمو. فهو ذو مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وقد علم آدم وميزه على الملائكة الكرام، ميز آدم بالعلم بما علمه الله على الملائكة الكرام، حتى أمرهم بالسجود له سجود تحية وتكريم. والله سبحانه وتعالى جعل العلماء ورثة الأنبياء، كما صح في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: والعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم ميزة عظيمة يمن الله بها على من يشاء من عباده. ولذلك فإنه يجب الجد في طلبه والبحث عنه أينما كان. وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والأحاديث والآثار بعد الآيات القرآنية في فضله كثيرة جدا، مما يدل على شرف العلم وشرف العلماء بين الناس،
بما ميزهم الله به من هذه المنقبة العظيمة التي هي ميراث الأنبياء والمرسلين. ومن ثم يتأكد الجد في طلب العلم، والعلم لا يؤخذ بالتمني، وإنما يؤخذ بالجد في طلبه والسعي في تحصيله بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فحث على النفير في طلب العلم، والنفير هو الذهاب والسفر لطلب العلم أينما وجد. ولهذا كان السلف الصالح يرحلون في طلب العلم يوم لا يجدون سيارات ولا طائرات ولا مراكب ولا حتى حيوانات يسافرون عليها، وإنما يسافرون على أرجلهم ويتعرضون للأخطار ويقطعون المهامها والقفار في طلب العلم، ويرحلون في طلبه أينما ذكر لهم في كل بلد. ورحلاتهم في طلب العلم مشهورة معروفة، وهذا كليم الله موسى عليه السلام لما ذكر الله له أن هناك عبدا من عباده آتاه رحمة من عنده وعلمه علما ليس عند موسى عليه السلام. رحل موسى في طلب العلم إلى هذا العبد من عباد الله ليتعلم منه، وإذ قال موسى: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، يعني سنين طويلة. فخرج نبي الله عليه الصلاة والسلام يبحث عن هذا العالم ليستفيد منه مع ما آتاه الله من العلم والوحي المنزل وكلام الله سبحانه وتعالى، لكن العلم ليس له حد، مهما تعلمت فإنك لا تحيط بالعلم. ولهذا قال الله جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما، ربي زدني علما. فالعلم ليس له حد، والله جل وعلا يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إنما العلم كبحر زاخر فخذ من كل قول أحسنه. فرحل موسى عليه السلام حتى وجد ذلك العبد العالم من عباد الله، وقصتهم مذكورة في القرآن في سورة الكهف. وما لقيه موسى في سفره وترحاله من التعب، وذلك في سبيل طلب العلم.
وعبد الله بن مسعود يقول لو أعلم أن أحدا مني أعلم بكتاب الله تبلغه الإبل لسافرت إليه. فهذا مما يدل على أهمية طلب العلم، ومما يؤكد على المسلمين الذين عندهم الاستطاعة لطلب العلم أن يجدوا في طلبه وتحصيله، لأنه هو حياة القلوب ونور البصائر، وهو الدال على الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول وفوق كل ذي علم عليم، والإنسان لا يحيط بالعلم، فإن كان قد علم ناحية من نواحي العلم فهناك نواحي كثيرة. إذا علم فنا من فنون العلم فهناك فنون كثيرة. فطالب العلم لا يشبع، ولهذا جاء في الأثر من همان لا يشبعان، طالب الدنيا وطالب العلم. طالب الدنيا لا يشبع من الدنيا ولا يكفيه ما يحصل عليه من الثروة، بل لا يزال يطلب المال والثروة. كذلك طالب العلم لا يكفيه ما يحصل عليه من العلم، بل دائما يجد في طلب العلم. وإذا بلغه أن أحدا عنده علم ليس عند ذلك الطالب سعى إليه وسافر إليه. ولهذا صح في الحديث أن صحابيا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة إلى مصر لرواية حديث واحد عند صحابي في مصر، ذهب إليه ليروي عنه ذلك الحديث، فلما لقيه سأله عن ذلك الحديث فأخبره به ورواه عنه، ثم لطم راحلته وعاد أدراجه إلى المدينة، مما يدل على اهتمام السلف الصالح لطلب العلم. فهذا الإمام أحمد رحل إلى اليمن وإلى المشرق وإلى بلاد بعيدة لرواية الحديث، وهذا غيره من الأئمة. إذا قرأتم في سيرهم وتراجمهم ترون العجب العجاب من سعيهم في طلب العلم ورحلتهم فيه. وأقرب شيء لنا سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الإمام المجدد الذي لا تزال آثار دعوته على هذه البلاد آثارا مباركة ولله الحمد، فإنه لم يبقى في بلده ولم يكتفي بما عند علماء بلده، بل إنه أخذ العلم عنهم ثم سافر إلى مكة وإلى المدينة، ثم سافر إلى الأحساء، ثم سافر إلى العراق، ثم أراد السفر إلى الشام لكنه لم يتمكن. وفي كل ذلك يأخذ عن العلماء وينسخ من الكتب التي يظهر بها. هذا مثال من أمثلة رحلات طلاب العلم إلى مشايخهم أينما
أدركوه، فهذا مما يدل على الاهتمام بطلب العلم والعناية بتحصيله عن أهله، تحصيل العلم عن أهل العلم. ولا يكفي أن الإنسان يقرأ في الكتب أو يقلب الصفحات أو يستمع إلى الأشرطة، لا يكفي هذا، وليس هذا هو طلب العلم. هذا نعم فيه فائدة يفيد الإنسان، لكنه ليس هو الطلب المقصود. العلم لا يؤخذ إلا بالتلقي عن أهل العلم، وهذا من آداب طالب العلم أنه يأخذ العلم عن العلماء، لا يأخذه عن المتعالمين، ولا يأخذه عن الكتب والأشرطة، فإن ذلك خطر عظيم، ولا يأخذه عن طريق الحفظ بدون فهم ودون تفقه. يقول أحفظ الصحيحين وأحفظ السنن وأحفظ، نعم الحفظ هذا شيء طيب لكنه لا يكفي، وإنما تصبح كالنسخة من نسخ الكتب. إذا حفظته ولم تفهم معناه فإنك تصبح مثل الكتاب أو مثل الشريط سواء، فلا بد أن تعرف معاني ما أنزل الله على رسوله وحدود ما أنزل الله على رسوله، وذلك لا يكون إلا عن أهل العلم وعن أهل الفهم والفقه، ليدلوك على أسرار هذه النصوص التي تحفظها، ويبينوا لك فقهها ومعانيها، وأيضا النصوص تحتاج إلى عناية بإرجاع بعضها إلى بعض والجمع بين أطرافها، لأن هناك ناسخ، لأن هناك ناسخا ومنسوخا لا بد أن تعرف، وربما تأخذ حديثا منسوخا وتستدل به وهو منسوخ، هناك مطلق ومقيد، ربما تأخذ المطلق ولا تدري عن الحديث الذي يقيده، هناك حديث أو آية مجملة، هناك ما يفصلها ويبينها، وفوق ذلك البحث في الأسانيد، ربما يكون هذا الحديث له علة أو علل في سنده، ربما يكون صحيحا لكنه شاذ لأنه مخالف لما هو أصح منه. علوم دقيقة الكتاب والسنة، وهذه لا يميزها إلا أهل العلم والبصيرة. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يأخذون طرفا من النصوص المجملة ويتركون النصوص المفسرة لها والمبينة لها، هذا يفضي إلى الزيغ في القلوب، لأنه لا يفهم مراد الله سبحانه وتعالى من هذه النصوص. وما هلكت الخوارج إلا بمثل هذا، أنهم يستدلون بالمتشابه من كتاب الله ويتركون المحكم، لأنهم لا يعلمون وأخذوا العلم عن بعضهم ممن هم مثلهم في الجهل والتعالم، فظلوا وأصبحوا نكسة على الأمة في تاريخ الإسلام، ولا يزال المسلمون يعانون منهم بسبب قصورهم
في فهم كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يرجعوا إلى أهل العلم، إلى الراسخين في العلم الذين يردون المتشابه إلى المحكم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل المحكم والمتشابه كله من كلام الله، فيردون المتشابه المجمل المطلق المنسوخ يردونه إلى المحكم فيتبين المقصود منه، لا كما فهمه أهل الزيغ، وإنما كلام الله يفسر بعضه بعضا. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، لكن هذا يحتاج إلى بصيرة ويحتاج إلى رجوع إلى أهل الخبرة وأهل العلم الذين يميزون بين المحكم والمتشابه، يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون كلام الله بعضه ببعض ويفسرونه بسنة رسول الله، وكذلك السنة يفسرون بعضها ببعض ويردون بعضها إلى بعض، ولا يضربون كلام الله أو كلام رسوله بعضه ببعض كما يفعل أهل الزيغ وأهل الجهل. وهذا يحتاج إلى رجوع إلى العلماء، يحتاج إلى رجوع إلى العلماء والتعلم على أيديهم. وهذا من آداب طالب العلم، أنه لا يستقل بنفسه وبفهمه، بل يرجع إلى من هو أعلم منه وأفقه منه فيستفيد منه. وكذلك من آداب طالب العلم التأدب حال الطلب، التأدب مع العالم الذي يتتلمذ عليه. فهذا موسى عليه السلام لما لقي الخضر قال له هل أتبعك، يعرض عليه عرض مع أنه رسول الله وكليم الله. والخضر لما لقيه قال أنت موسى، قال نعم. قال أنت موسى بني إسرائيل، قال نعم. ومع هذا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني، شوف موسى يقول على أن تعلمني مما علمت رشدا، يعرض عليه عرض ويطلب منه أن يتفضل عليه، يعني يتعلم عليه أو يأخذ عنه هذا العلم الذي عنده. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبر. الآن طالب العلم يحتاج إلى صبر وعدم عجلة، وهذا من آداب طالب العلم أن يصبر ولا يستعجل مع معلمه. إنك لن تستطيع معي صبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر؟ ماذا قال موسى؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا. شوف إن شاء الله، ما قال ستجدني صابرا يجزم، بل رد المشيئة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يزكي نفسه، لا يزكي الإنسان نفسه، بل يستعين بالله ويرد الأمر إلى الله. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. كذلك طالب العلم لا يعصي معلمه، لا يعصي معلمه، لأنه جاء يستفيد منه، فلا يعصي ما لم يخالف، ما لم يعصي الله عز وجل. أما إذا عصى الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل على طالب العلم أن يخضع لأوامر معلمه، أن يخضع لها
ما دامت أنها في سبيل طلب العلم ولا يفرض رأيا على المعلم، وإنما يخضع لأمره. ولا أعطي لك أمرا. فكان ما ذكره الله سبحانه وتعالى من مسيرة موسى عليه السلام مع الخضر، ثم بينما كان موسى والخضر جالسين عند السفينة جاء طائر فغط منقاره في البحر، غطى منقاره في البحر ثم رفعه. قال الخضر لموسى: يا موسى، ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر. هذا تأديب، أن طالب العلم لا يغتر بعلمه وتحصيله مهما بلغ، فإنه لا يغتر به ولا يظن أنه بلغ شيئا من العلم. وكل ما شعر طالب العلم أن علمه قليل فإنه يسعى في طلب العلم، لكن إذا شعر أنه صار عالما وأنه متبحرا وأن غيره لا يفهم مثل فهمه، فإنه حينئذ يضيع ويجهل. وفي الحكمة: من قال أنا عالم فهو جاهل، من قال أنا عالم فهو جاهل. الإنسان دائما بحاجة إلى طلب العلم والمزيد. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أمره الله فقال له: وقل ربي زدني علما. فهذا من طالب العلم، من آداب طالب العلم أنه لا يشعر أنه بلغ غاية تكفيه من العلم، بل يرى نفسه دائما بحاجة إلى العلم وبحاجة إلى التزود. أما إذا أعجب بنفسه وأعجب بعلمه وظن أن أحدا لا يبلغ مبلغه، فإنه حينئذ يكون جاهلا بقيمة العلم وجاهلا بكثرة العلم، وقد يحرم بسبب ذلك، بسبب الإعجاب بنفسه، يحرم من التزود ويحرم من التعلم، ويقف عند حده الذي بلغه وهو لم يبلغ إلا شيئا يسيرا. ولهذا يقولون: العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. ما يعطيك العلم كله، وإنما يعطيك بعضه، وهذا البعض يختلف، قد يكون يسيرا وقد يكون كثيرا وقد يكون متوسطا، لكن على كل حال هو قليل بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى وبالنسبة لما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى طالب العلم أن يصبر في طلب العلم، وأن لا يضجر ويواصل الطلب، ولا يقف عند حد مهما أمكنه التزود. ولهذا يقول الشاعر: اطلب العلم ولا تضجر، فآفة الطالب أن يضجر، أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر. فالعالم طالب العلم إذا استعصى عليه طلب العلم، أو استعصت عليه مسألة من المسائل، فلا ييأس ويتركها، بل يحاول حتى يفهمها، ولو أخذ ذلك منه جهدا وأخذ وقتا فإنه في سبيل الله. ولا شك أن طالب العلم إذا حصل على المسألة بعد مشقة فإنها تكون أثبت في ذهنه، أما لو حصل المسألة بسهولة فإنها تذهب بسرعة، هذا شيء معروف ومجرد.
فعلى طالب العلم أنه يصبر ولا ييأس. إذا لم تفهم المسألة اليوم تفهمها من الغد أو بعد الغد أو بالسنة القادمة، فلا تيأس من حصول هذه المسألة التي صعبت عليك أو هذا الفن، هذا الفن الذي صعب عليك. ويروى أن أحد طلبة العلم صعب عليه علم النحو، لأن علم النحو صعب في أول الأمر، صعب في أول الأمر، وعلم الفرائض صعب، يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى تأني. صعب عليه علم النحو وكاد أن ييأس، فبينما هو جالس يفكر وإذا بالنملة أو ذرة تصعد في الجدار وتحمل معها حبة، ثم إذا قربت من رأس الجدار سقطت، ثم عادت وحملت الحبة وصعدت، ثم تسقط، ثم ترجع تحملها، في النهاية ظهرت النملة، ظهرت على الجدار ومعها حملها، فحينئذ تذكر قال هذه النملة صبرت وحاولت وتعبت حتى أدركت مطلوبها، أفلا أصبر وأحاول؟ فحاول حاول حتى صار من أئمة هذا الفن، حتى صار من أئمة هذا الفن. فالعلم إنما يؤخذ بالصبر والجلد والطمأنينة وعدم الياس. كذلك من آداب طلب العلم التأدب مع المعلم، التأدب مع المعلم إذا جلس إليه. الله جل وعلا أدب الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وكذلك المعلم، لأن العلماء ورثة الأنبياء، فعليك أن تتأدب معه وتخضع لهم خضوع محتاج وخضوع طالب عند معلمه. هذا جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه، دخل عليهم فرأوا رجلا أشكل عليهم، رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد، كيف يكون هذا؟ لا هو من أهل المدينة فيعرفونه، ولا عليه آثار السفر حتى يقولون إن حتى يقولوا إن هذا جاء من بعيد. أشكل عليه، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينظرون إليه، وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على فخذيه تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد أخبرني، هو يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم أجابه، قال أخبرني عن، لما أجابه قال صدق، فعجبوا قالوا كيف يسأل ثم يصدق، هذا دليل على أنه عالم، كيف جاء يسأل؟ عجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال أخبرني عن الإيمان، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان بأركانه، قال صدق. أخبرني عن الإحسان، أخبره صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، قال أخبرني عن الساعة، قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لأن علم الساعة عند الله جل وعلا.
لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا فيه تأديب لطالب العلم أنه لا يسأل عن شيء خارج نطاق العلم، أو يفترض أسئلة ليست في استطاعة المعلم أن يجيب عليها، أو لا يناسب السؤال عنها، لا يناسب السؤال عن الساعة لأنها من علم الله. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إلى أن استكمل المهمة التي جاء من أجلها ثم خرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بهذه الطريقة، طريقة الأدب، طريقة العرض، طريقة المسترشد، مع أنه عالم لكن جاء بصورة المسترشد ليعلمهم كيف يطلبون العلم وكيف يتأدبون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يسري على كل متعلم مع معلمه، اقتداء بجبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا احتقرت المعلم تحرم من علمه، كل من احتقر معلمه فإنه يحرم من علمه، أما إذا تواضعت له وتأدبت معه فإنك تستفيد من علمه. فهذا من آداب طالب العلم، أن يتأدب مع معلمه وأن يحترمه وأن يرى أنه بحاجة إلى علمه، وألا يفحم معلمه بالأسئلة التي تخرج عن نطاق الموضوع الذي يدرسه على معلمه، تكون أسئلته محصورة في الفن الذي هو يريد أن يفهمه على معلمه، ولا يشتت فهم المعلم أو ذهن المعلم، يشتته في الأسئلة المفترضة والأسئلة البعيدة. هذا من آداب طالب العلم. كذلك من آداب طالب العلم أن يبدأ بالأسهل فالأسهل، لا يذهب إلى أعلى العلم، وإنما يبدأ من المسائل الصغار، ويتدرج منها إلى المتوسطات إلى الكبار شيئا فشيئا. وطلب العلم مراحل ولا يؤخذ جملة واحدة، فيبدأ بالمختصرات أولا في الفنون، مختصرات في الفنون، ما يقول هذه قليلة وهذه لا، هذه مفاتيح، هذه مفاتيح للعلم، كل علم له مختصرات، فتبدأ من المختصرات، مختصر في التفسير، مختصر في الحديث، مختصر في الفقه، مختصر في علم الفرائض، مختصر في علم النحو، مختصر في أصول الفقه، مختصر في مصطلح الحديث، وهكذا مختصرات. العلماء لم يؤلفوا هذه المختصرات إلا عن تجربة وعن خبرة، يريدون منها أن الطالب يترقى شيئا فشيئا في العلم. والله جل وعلا يقول: وليس البر لأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هذه أبواب طلب العلم، أنت ما تدخل البيت من السطح، إنما تدخله من الباب. كذلك العلم لا تدخله من فروعه، وإنما تدخله من أصوله. فلا تحتقر هذه المختصرات، فإن فيها مفاتيح للعلوم تترقى منها شيئا فشيئا. وهذا يحتاج إلى صبر. بعض الناس يقول: أنا جالس أحفظ المتن المختصر ثم اللي بعده ثم اللي بعده،
هذا ما هي طريقة التعلم. لازم انك تأخذ العلم مرحلة مرحلة مع الصبر والانتظار والإتقان، لا تأخذ العلم في يوم وليلة أو في سنة أو حتى 50 سنة. العلم يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى إتقان وحفظ. ولا تظن أنك فهمت المسألة وأنت ما فهمتها، حتى تتيقن أنك فهمتها وتختبر نفسك فيها وتسأل عما أشكل عليك، ولا تتجاوز مسألة إلا وقد أتقنتها، حتى تبني عليها بناء صحيحا لمعلوماتك. هذه بعض آداب طالب العلم الذي يريد أن يطلب العلم بالطريقة الصحيحة. أما الذي يريد أن يأخذ العلم جميعا دفعة واحدة، من أراده كله تركه كله بلا شك. من أراد الشيء كله فإنه يحرم منه كله، أما إذا أخذه شيئا فشيئا فحري به أن يتقنه. لكن أخذ العلم شيئا فشيئا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تأني وتروي في الأمور، تثبت. فالعلم لا شك أنه أن تعلم العلم شاق، ولكن المشقة كما قال الشاعر: ومن طلب العلا سهر الليالي. فعليك بالصبر. والشافعي رحمه الله يقول: ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل طول حياته. طول حياته لازم، إذا أردت العلم لازم تصبر على التعب، على السهر، على السفر، على المواصلة، على المذاكرة، وإلا فالعلم ما يأتيك عفوا أو يأتيك مجهزا. ما يأتيك العلم مجهز على طول، بيوم وليلة تخرج عالم، تقرأ في كتاب ولا تفهمه وتخرج على الناس على أنك عالم، وتفتي وتتكلم في المسائل الصعبة وأنت لم تتعلم في الحقيقة، وإنما خيل إليك أنك تعلمت أو أنك فهمت. فعلى كل حال، فطلب العلم شريف، وطلب العلم طريق إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله كذلك. هذه مهمة جدا، أن طلب العلم ينبغي أن يكون في المساجد أو في الفصول الدراسية وفي حلق الذكر، ما يكون طلب العلم في الرحلات والاستراحات والمحلات الخفية. طلب العلم يكون علانية، يكون بمحضر من المسلمين، يكون في بيوت الله عز وجل: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. ما معنى يتدارسونه بينهم؟ يعني يحفظون ألفاظه فقط؟ لا، يتدارسون ألفاظه ويتدارسون معانيه ويتفقهون في معانيه ومداركه، يتدارسونه بينهم: إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة. هل تريد أفضل من هؤلاء وأفضل من هذه المزايا في بيت من بيوت الله؟ تتلو كتاب الله وتتدارس لفظه ومعناه، وتحفك الملائكة، وتنزل عليك السكينة، تغشاك رحمة الله سبحانه وتعالى. هذه فضائل ومزايا طلب العلم في بيوت الله عز وجل.
التي أصبحت تغلق الآن ولا تفتح إلا للصلاة فقط، بينما كانت في العصور الأولى منارات علم، كانت في العصور الأولى منارات علم مدارس، الآن أصبحت تغلق إلا للصلاة فقط. هي بنيت للصلاة لكن بنيت أيضا لطلب العلم، تلقي العلم. فلو أحييت المساجد خصوصا في أيام العطل، أنا لا أقول اتركوا الدراسة النظامية، الدراسة النظامية فيها خير كثير، ولكن لا تكفي، اجمعوا بين الدراسة النظامية في وقت الدراسة والدراسة في المساجد في وقت العطل، حتى تجمعوا بين مراحل التعليم والفرص المتاحة نظاميا وغير نظامي مع العلماء وفي بيوت الله عز وجل. وطلب العلم ما يكفي فيه أيام الدراسة والفصول الدراسية، وإذا خلصت الاختبار خلاص، لا ما يكفي هذا. وتعلم العلم ليس للنجاح وأخذ الشهادة، وإنما تعلم العلم لتحصيل العلم والاستفادة منه، وليس له وقت محدد أو زمان محدد. فكلما ظفرت ووجدت مجلسا من مجالس العلم على العلماء فإنك تنتهزه وتنضم إليه وتستفيد منه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا صالحا ودعاء متقبلا، وصلى الله وسلم.